من باب الفائدة. السنن والنوافل والرواتب، الصلوات هذه غير الفريضة أفضل مكان لها وين؟ ببيتك، إنك تصلي في بيتك. صلاة الرجل حيث لا يراها الناس تفضل صلاته حيث يراها الناس بخمس وعشرين درجة. تبي تروح للمسجد، صلي سنة قبلية، إن كان للصلاة سنة قبلية في البيت أصلي. مثال أنا بصلي الفجر في المسجد، بصلي ركعتين الفجر سنة الفجر في بيتي، وأذهب إلى المسجد وأصلي تحية المسجد وأجلس. صلاتك حيث لا يراك أحد، أهلك عادي، تفضل صلاتك حيث يراك الناس بخمس وعشرين درجة، صلاتك تضاعف خمس وعشرين درجة. تخيل، من باب الفائدة والله. شوف العكس بين صلاة النافلة والفريضة. صلاة النافلة في البيت حيث ما يشوفك أحد تفضل صلاتك في المسجد أو قدام الناس بخمس وعشرين درجة في البيت. أما الفريضة عكس، الفريضة في بيتك أجر صلاة، في المسجد خمس وعشرين درجة. شو العكس؟ في رواية 27، لحظة الحين 25 ولا 27 ما فهمنا، لا أفهم. 27 إذا خشعت، 25 إذا ما خشعت، 27 إذا رحت مبكرا، 25 إذا تأخرت، 27 إذا صليت بالصف الأول، 25 إذا صليت الصفوف المتأخرة، 27 إذا كانت صلاة جهرية، 25 إذا كانت صلاة سرية، 27 إذا كان عدد كثير، كل ما زاد العدد كل ما زاد الأجر، 25 إذا كان عدد قليل، 27 إذا كان المسجد بعيد، لأن كل خطوة أو كل يعني ما زاد بعد المسجد زادت المشقة عليك كل ما زاد الأجر. 25 إذا كان المسجد قريبا، 27 لمن دعا وحافظ على الدعاء قبل. وقال العلماء كل الأقوال هذه صحيحة، 27 و 25 أنت اختار. هذا طبعا للرجال، سامحوني هذا للرجال. أنت إذا تبي صلاتك تضاعف 27 درجة تعال بدري، أنت أخرت 25. والمرأة شنو لها؟ كل رجال. المرأة صلاتها في بيتها أفضل عند الله من المسجد، أفضل من المسجد. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتنا خير لهم. والله بيتك أستر وأفضل عند الله تعالى وأجر أعظم عند الله تعالى. تخيل بروح المسجد، صلي بدارج داخل بيت، أستر للمرأة. فالأجور هذه للرجال، في أجور مضاعفة للنساء براحتها، الله ريحها خفف عنها جعلها ببيتها بعقر دارها، تأخذ أجر صلاة الرجل مع الجماعة. تخيلوا، بس بعض النساء تعاند تروح تقول لا أنا بي، شو اللي تبين؟ تبي الأجر؟ الرسول قاله، قالوا بيتون خير لهم، ما نمنعكم، تبي تصلي صلي. ودينا فضل من الله تعالى اهتم بشؤون المرأة، خفف عنها حال الحيض، خفف عنها حال العذر الشرعي، خفف عنها لها الأجر الصلاة بدون ما تصلي وقت العذر. لا تصلي الصلاة عمود الاستن، لا تصلي قرآن، لا تلبسينه صيام، لا تصومين، خفف عنها بيتك أحسن. الله يبي لها الستر، يبي لها الوقار في البيت. وقرنا في بيوتكن، المرأة بيتها أستر. أنتم تمنعونا من الطلعة حاكرين، لا ما منعنا، بس بتصلي مع جماعة جزاك الله خير. ما تروحين لابسة ما أدري وين رايحة، ما أدري صارت عرس ولا رايحة ما أدري السوق ولا حاطة العطورات وغيرها، ما يجوز. أبو هريرة هو ذهب المسجد، مرت عليه امرأة حط بخور، فقال لي أين ما ترت ورايحة؟ قالت العشاء معكم، قال ارجعي فالعشاء لك معنا الليلة، ما لك صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام فهي زانية، ها راح تصلي معنا الجماعة، حط عطورات طيبة أمام السائق وتحط دهونات عود. شيء غريب، واحدة تقول طيب يعني أنت حضرتك تبين أن أطلع من بيتي قدام الناس وقابلهم ريحتي ريح الطباخ؟ لا أنا ما قلت كلام هذا، كلامي واضح وخاطب أولي النهى أولي العقول. لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة أنها تتعطر، قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. الرسول قاله، ولا ما تهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن قبل الطيب كان في زعفران في لون، تحط ألوانه مو مشكلة، وخير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. صار العكس الحين، عطرة نسائية مركزة، احنا كرجال سأل بعض الرجال يحط عطر النساء ويخلط مع الرجال عشان يكون مركز، واضح؟ يجوز ما في حرج، بس ما يكون في ميوعة وكذا. لكن بعض النساء طيب حتى ايش معنى الرجال تتعطر؟ إن الله تعالى أمر الرجال أن يأخذ زينتهم عند كل مسجد، أصلي بالمسجد مريحة مخلل وواحد مصنن وحاط لا طيب وبخور. مرات صليت الفجر في المسجد وصلى جنبي واحد، والله يا جماعة وجهي نمل كذي، أشم الريحة أوف، وصليت يعني يجوز أن أغطي وجهي للضرورة، مع في نهي أنك تغطي وجهك مثل كمامة بالضرورة يجوز.
فما قدرت أخشع ولزق واحد ثاني وسكر علي. فبعد الصلاة اللي موجود منه قال شنو خروف أنت، ريحة خروف يا طيب إيش فيك، أنا وجهي نمل نمل وجهي. فبالسؤال لحظة فقهي يجوز إني أنا أقطع الصلاة إذا صليت جنب واحد ما أقدر أتحمل ريحة الدخان ولا ريحة العرق ولا ريحة يعني شيء مو طبيعي، يجوز قطع الصلاة في البداية، تقطع الصلاة تروح مكان ثاني والله يعيننا راح صلي جنبه. فارحم أمك وأبوك، الله يرحم أمك، ارحمنا في المساجد في عطورات لو بنص دينار طيروا الجنة يبيعونها، ولا حتى في المساجد حاطين عطورات، الأوقاف يوزعون عطورات بالمساجد عندنا فضل من الله تعالى. فيا بني آدم خذ زينتكم عند كل مسجد، الله يقول أدري بيطمعون كذلك بعض النساء بيتكلمون أنتم منعتونا من حقوقنا، إحنا حقوقنا تقاها عجوز فاطر وتتكلم بحقوق المرأة، ما حقوق المرأة، حقوق المرأة عطاها الله تعالى لكل امرأة، وأنصف الله تعالى المرأة وريحها عن عبادات كثيرة، لكن بين قوسين نسوية المجموعة هذه هم اللي للأسف هم يتبادون على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أحبكم في الله، مستمرين إن شاء الله في الإجابة عن بعض الأسئلة وتنبيهات مهمة جدا تفيد المتكلم والسامع. أحبكم في الله، أسر تعالى أن يشرح صدوركم ويسر أموركم ويفرج همومكم وينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سلام عليكم.